تنظيم على أعلى مستوى. وفرته دولة الإمارات لبطولة كأس آسيا التي انتهت بفوز المنتخب القطري بالبطولة الآسيوية الأهم. احتفت الإمارات بالجميع لاعبين ومشجعين، وحرصت على تحية المنتخب الفائز بالبطولة. لكن ألاعيب قطر لم تتوقف لتعكير صفو الروح الرياضية التي سادت البطولة. دفعت قطر ببعض المرتزقة ليرتدوا زي مواطنين من سلطنة عمان ويعتدوا على المنتخب القطري أثناء مغادرة الإمارات. ليست هذه أخلاق أهل الإمارات أو سلطنة عمان، خصوصا وأن بعض مشجعي عمان شجعوا المنتخب القطري في المباراة النهائية. محاولة قطرية للوقيعة بين الإمارات وسلطنة عمان وبث الفتن والتشاحن بين شعوب الخليج على أرض التسامح.